السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. احنا الآن تقريبا الساعة 2:30 الظهر، وأيام الصيف في الرياض. البلاستيك عندي المنطقة هذه اللي تشوفونها البيضة هذه المكشوفة، مكيف ما غطاها بشكل دقيق، لذلك اضطريت انه انا احط الروكلين الأخضر تشوفونه هنا، ولكن للأسف ما خدمني الروكلين الأخضر. الروكلين الأخضر صار يسحب درجة حرارة. أنا حطيت هنا طبقة شايفينها، وهنا مدبل. المدبل هذا طبعا درجة الحرارة فيه أعلى من هذا، وأيضا هذا اللي عليه الروكلين أعلى من المكشوف في الحرارة، لذلك هو لم يخدم في مسائل تخفيف درجة الحرارة. طيب حنا كيف راح نعالج الموضوع؟ عندك أمرين، إما أن ترفع الروكلين الأخضر هذا إلى الأعلى تقريبا يعني 30 سنتي عن البلاستيك، بحيث أنه يتخلل هواء، يصير الهواء يدخل بين الروكلين الأخضر وبين البلاستيك. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا شفت الأخوان في اليوتيوب، من ضمنهم أعتقد الأخ مبارك العويني، يضعون النورة أو بعض الأتربة والطين بحيث أنهم يغطون المناطق هذه، ويمكن تشوفون يدي حمراء لأنه أنا كنت أشتغل زيهم، فوصلت إلى طريقة جيدة راح أشوفها أنا وإياكم الآن. في البداية هذا حجر أو تربة طينية أو فخارية، أنا جبتها معي من أبها لما كنت هناك، أحضرت معي مجموعة. التربة هذه ما تشربت الماء بالشكل الصحيح، والآن الجزء اللي يلامس الماء على طول يتحول إلى أن يكون لزج، لكن هي ناشفة جدا، تشوفون كأنها صخر، لكن أي شيء يلامس الماء على طول يصبح لزج رطب، شايفين فخار. تمام، وش راح نسوي فيه؟ أخذت منه جزء بسيط اللي هو الماء هذا العادي، وبدأت أرش فيه على البلاستيك. ما مسك معي بشكل جيد، يعني كما عادي فقط رشيت فيه، تشوفون ما مسك بشكل جيد، لذلك عزلت منه جزء بسيط هنا وكثفت عليه المادة الطينية. يعني أخذت جزء زي تقريبا هذا وبدأت أكثفه بحيث أن الماء يصبح متلون أكثر. الآن الماء اللي أصبح كثيف جاهز بأنك تعمل بيدك يعني بالشكل هذا، وتبدأ تمسح على البلاستيك، أو أنك ترش رش الأيسر لك، ويبدو لي أنه الرش أيسر، ولكن بعد أن تكثف الماء. الآن أصبح الماء كثيف، راح نعمل رشة الآن بسم الله بالشكل هذا، شايفين؟ وراح يترك لك فراغات. طبعا اذا كثفته بزياده راح يكون بالشكل هذا، اذا كان كثافته اقل بالشكل هذا، وبالشكل هذا ايضا، وهذا هذا اثار المسح باليد، وهذا ايضا مسح باليد، وهذا مسح باليد. بالامكان تتصرف باي شكل تريد. اللي باقي علينا الان انه احنا نتاكد هل فعلا طريقتنا هذه صحيحة، وأنه أصبح البيت المحمي بارد. اليوم أنا بإذن الله راح أغطي المساحة اللي عندي اللي تشوفونها هذه فوق كاملة، راح أغطي المساحة هذه وراح أزيل الروكلين الأخضر، وأشوف بكرة درجات الحرارة هل هي فعلا بتنخفض أو لا، وبإذن الله أكون متواصل معكم بكرة ونفيدكم بالتقرير بأمر الله سبحانه وتعالى. الآن أنا بدأت في السطح الآن وهذا البيت المحمي، كل ما تكثف الطين راح تحصل على نتائج أفضل. راح أشوف الجزء الثاني اللي هنا بالشكل هذا،
راح ازيل القطعه اللي هناك تبع الروكلين ونكملها باذن الله. الان اكملنا المنطقه كامله وازلنا الروكلين. راح نشوفه ايضا من الداخل. طبعا هذه الاشياء اللي سالت من برا هذا شغلنا التجريبي على الباب، راح نشوف الان من الداخل. بسم الله. شايفين حقيقة الجو الان مناسب، ولكن احنا الان بعد صلاة العصر ربما انكسرت الشمس نوعا ما، لكن ان شاء الله نشوفه بكرة الساعة 12 الظهر هل نفعنا ولا لا. بإذن الله سبحانه وتعالى نكون توفقنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.